ما راح أتكلم. لكن الجزيرة عندها ثلاث قنوات. زين؟ الجزيرة عندها ثلاث قنوات. شوفوا إيش حاطين. هذه قناة الجزيرة. مطار لوبورجي. زين؟ هذه قناة واحدة. شوفوا القناة الثانية. بعد مطار لوبورجي. أعتقد صارت قناة رياضية. شوفوا القناة الإنجليزية. زين، فالله يتمم عليهم، يعني أصبحوا قناة رياضية بين يوم وليلة، صاروا قناة رياضية. ما في أخبار سياسة، ما في شيء، كله شو اسمه ليونيل ميسي طلع في الجزيرة إنجليش، تغطية صار لهم ساعة، طلع في الجزيرة مباشر، طلع في شو اسمها الجزيرة الثانية، والجزيرة الظهر الجزيرة مباشر وإنجليش، والجزيرة العادية باقي عاد داكيومنتري. الجزيرة الداكيومنتري تحطونه ليونيل ميسي بالجزيرة الداكيومنتري، انتو أبطال. البي بي سي كانت ناقلة برنامج اسمه مع الظهيرة، التي ار تي برنامج سياسي طبعا. فالله يتمم إن شاء الله، الله يتمم. جمال ريان ما شفناك. احنا في المين. يا له من عرس ديمقراطي تتصدره أنباء الاعتقالات الليلية والعنصرية القبلية والتمييز بين المواطنين. هنا قطر، حيث الأمير مهموم بنشر الديمقراطية في تونس، وأنهى للتو مكالمة مع الرئيس قيس سعيد ينصحه بشأن الديمقراطية والحريات والمؤسسات. هنا قطر، حيث قناة الجزيرة وجيش من إعلاميها المهمومين ببث الاحتجاجات ونشر الديمقراطية وحرية الرأي في كل مكان إلا قطر. وها هي اليوم تبدو متسقة مع نفسها، فصرخات أبناء قبيلة آل مرة العريقة الذين أقصهم القانون الانتخابي سيء السمعة، وأنباء المعتقلين على شرف العرس الديمقراطي إياه لم تصلها. حتى القطريون باتوا يعرفون حقيقة قناتهم الأثيرة. الجزيرة عائرة متسترة، ولا حدث مثل هذا لا يتم ذكره ولا يتم التطرق له من قريب أو بعيد. وين فيصل غاسم، جمال ريان، أشكالهم، وين المرتزقة اللي عندنا ما يتكلمون عنه؟ 17 عاما وسلطات القطرية تؤجل وتقدم رجلا وتؤخر أخرى. 17 عاما والحديث لا يتوقف عن الانتخابات التشريعية الأولى لمجلس شورى بلا صلاحيات أصلا، حتى لا يخيل لمن يتابع أنباء الحدث